أحسن الله إليكم. سائل آخر محمد يقول: كيف يزيد الإيمان؟ يزيد الإيمان بالأعمال الصالحة، بمجالسة الصالحين، بتلاوة القرآن أو استماع القرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت السورة منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. سماع القرآن وتلاوة القرآن مع حضور القلب يزيد بها الإيمان بإذن الله. نعم.